الأصدقاء الأعزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو الأول لقد علمتم أشياء عديدة بما فيها ما هي الصفات الشخصية المطلوبة للإدارة الناجحة لزراعة الخروف والكبش. وبعد الصفات الشخصية فالشيء الثاني المطلوب هو ترتيب الهدف الخاص. وكيف يمكن لكم ترتيب الهدف الخاص؟ فيجب أن يكون الهدف ذكيا. منها الخاص، القابل للقياس، القابل للحصول، المعاد فيه النظر، المحدود على الوقت، وكذلك هدفكم الخاص. وما هي المطالب الأساسية للشروع في الزراعة؟ وفي الجزء الثاني هذا من الفيديو فقد تعلمون عما إذا يكون التطور لخطة دقيقة. وكجزء من الخطة الدقيقة فأنتم تحتاجون إلى تدريب أساسي في زراعة الخروف والكبش. وبدون التدريب فلا يشار إلى شروع هذه التجارة. وبعد النقد في جميع هذه المسلسلات تكون لكم فكرة أساسية من التجارة، ولكن لا يكفي هذا، ولكن تفعلوا بالعمل في زراعة الخروف والكبش لشهرين على الأقل من الصباح إلى غسق الليل. وفي بعض الأحيان عليكم القيام في القيمة هناك في وقت الليل أيضا. وخلال شهرين من هذه الفترة فأنتم تعلمون أشياء كثيرة عملية، وعليكم أن تكون لكم كراسة. ولاحظوا جميع تفاصيل أقصرها وأكبرها، وهذا الطريق خير طريق. ومثل هذه الظروف ولاحظوها، كلما مست الحاجة للإدارة الناجحة لهذه التجارة وقبل الشروع في مثل هذه التجارة، يمكنكم أن تسترشدوا من الزراع الكبار المجربين للكمال والنجاح. وبعض الناس يخططون طريقا مختلفا، فهم لا يعملون في زراعة الخراف على أنفسهم حينما يقومون بتجارة أخرى أو بعمل آخر في مكان ما، وهم يعتمدون كليا على العمال ويحيلون كل المسؤولية إلى العمال. وهذا الطريق هو الآخر، طريق أفضل. وفي هذه الظروف يجب توفير التدريب للعمال حتى يقوم العمال بطريق أحسن وأفضل تحت إشرافكم وإرشادكم، وإلا لم يعملوا بكمال وينتج بذلك خسارة فادحة. فلذا فإن تدريب العمل أمر ضروري لازم في مثل هذه الظروف. وكجزء من هذا التدريب إما أنتم أو العمال يتعلمون بتفصيل عن إدارة الأمراض، وكم كان نوع الأمراض هنا، وأي مرض يأتي في أي شهر، وأي نوع من الاحتياط يجب أن يزابلوها. والمادة الثانية هو الاستثمار، وكم استثمارا هو المطلوب. وإذا أردتم استثمار وحدة تشتمل 100 إناث 5 ذكور خروف، فإن لكم استثمار 12 حتى 15,000 من العملة الهندية، وهذا أشمل بناء المظلات والبنى التحتية والبنى التحتية الأساسية نحو الأجران وجماعة 100
إناث وخمس ذكور للقروض وكلفات العمال وكلفات الغذاء وكلفات الأعلاف وكلفة العلف المحفوظ في سلك ورأس المال للعامل في غيرها في كل سنة. وخمسة عشر مائة ألف هذه هو تقدير محض ويمكن نقصها إذا قررت أن تعمل في المزرعة في مكان العمال. وبالإضافة إلى هذا فإن كلفة الاستثمار يمكن نقصها عن طريق مظلات نفيسة ساذجة، وأموالكم الخاصة يمكن استثمارها أو تصنيف البنك يمكن الحصول عليها، ويمكن الاتصال بصاحب منطقتكم للتفاصيل المزيدة. وبعد استثمار 15 مئة ألف فالمادة الثانية المطلوبة هي الأرض للفلاح. وكم الأرض مطلوبة من أجل وحدة تشتمل 100 إناث وخمس ذكور للقروض؟ لأنه مع الأعلاف المزروعة في فدان واحد من الأرض في عام واحد، وكذلك فإن وحدة خروف من 15 مع 5 فدان فإن فدانين من الأرض مطلوبان للفلاحة العلف الأخضر. وكذلك فإن المادة الثالثة تحتاج إلى قدر كبير من المياه للفلاحة العلف الأخضر ومياه الشرب لجماعة الخروف. وكذلك فإن المادة الرابعة المطلوبة هو 3000 قدم مربع من الأرض استثنائيا لبناء مظلات الخروف، ومن 3000 قدم مربع فإن 1000 قدم مربع من الأرض إنما تستعمل لبناء المظلات مع مسكن العمال، و 2000 قدم مربع من الأرض المفتوحة لحركة جماعة الخروف وشبه حذف الرعي الشديد. ومن أجل زراعة الخروف فإن 15% من الأرض الزائدة مطلوبة للمزلات وشبه الرعي الشديد المطلوب، لأن الخروف يولد طفلين وبعض الأحيان 3 أو 4، ومن ثم فإن المساحة الزائدة مطلوبة من أجل النمو الصحيح للخروف. فالمادة الخامسة المطلوب هي العاملان ليشرفا على جميع صيانة الجماعة. والمادة السادسة هي عيادة بيطرية في شبه دائرة 5 حتى 10 كيلومترات حتى تنالوا مبكرا في حالة الأمراض التباري. والمادة السابعة المطلوبة هي سوق الكباش لشراء الكباش. والمادة الثامنة المطلوبة هي سهولة النقل، والأفضل سهولة الطريق حتى تصلوا السوق، العيادة البيترية وغيرها. وهذا يعني بناء مظلات الخروف في مكان قريب من العيادة البيترية وكذلك سوق الخروف. وهنا أهم شيء للملاحظات أن بعض المزارعين يبدأون بدون خطة مدروسة وببساطة، فإنهم يبنون المظلات ويشترون الخروف ويشرعون في التجارة وهم لا يخططون للعلف والغذاء والمياه والعمال ورأس العامل جيدا، ويشرعون في التجارة ويزعمون أن المال سوف يأتي في وقت مناسب من أجل الاستثمار كرأس المال العامل، ولكن لا يحصل لهم المال ولا يستطيعون صرف رأس المال العامل في البقر. وينتج من ذلك عدم توفير الأعلاف والأغذية والكلفات العمال وكلفة الصيانة المتفرقة وغيرها. هم يرجعون التجارة في وسط السنة وينتج عن ذلك خسارة فادحة، وعليهم أن لا يفعلوا ذلك. ولذلك المطلوب خطة مناسبة قبل الشروع في هذه التجارة الجذابة، وإذا اتبعتم هذه الخطوة قمتم بتجارة في النجاح إن شاء الله. مولانا العزيز وفقكم الله إلى الخير، آمين.